قول لي البداية، المفاوضات مع نادي الزمالك بدأت ازاي يا كابتن مؤمن؟ بدأت من نص الموسم اللي فات، كان في كلام الأول كده إن أنت ممكن تبقى موجود معاه في نادي الزمالك. أكيد طبعا ده شرف لأي حد، وتمت بقى بشكل رسمي. كان بعد فاينل كأس مصر، الناس كانت معايا أنت عايزينك في نادي الزمالك، طبعا ده وافقت على طول. ده شرف لأي حد يعني نلعب وسط النجوم دي كلها واسم كبير زي نادي الزمالك. طبعا وافقت يعني، وتمت الأمور يعني، الحمد لله ان انا موجود في نادي الزمالك. مين اول حد اتكلم معاك عشان تنضم للزمالك؟ هو كابتن هتلر اتكلم معايا في الاول، وكابتن احمد الاحمر وكابتن كريم هنداوي، بصراحه هم كانوا بيتكلموا معايا، وانا طبعا يعني رحبت بالكلام ده على طول يعني. طيب كان عندك عروض تانية غير الزمالك؟ كان جاي لي نادي سبورتنج ونادي البنك الاهلي. بس انت حبيت لا انا على تنضم طول للتجربة دي. ده طبعا شرف لاي حد ان يلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك. قول لي، لعيبة الزمالك دايما من اللعيبة اللي هي يعني انت عارف طبعا ان مش سهل لاي فرقه تدخل وسطهم، أكيد بيبقى في طبعا. العادي في فرق او بعض الفرق شويه بيبقى الدخول وسطهم صعب. عانيت من ده لما جيت مع الفرقه ولا الموضوع كان لا سهل؟ بصراحة لا طبعا، هو كابتن أحمد الأحمر هو بصفته طبعا كابتن الفرقة قدر يدخلني وسط اللعيبة بسرعة، وأنا أصلا معظم اللعيبة كلها كانوا صحابي وزمايلي يعني، وكمان كانوا في جيلي في منتخبي 98 خالد وليد، فقدروا يعني يدخلوني وسط الفرقة بسرعة، واللعيبة كلها يعني محترمة جدا، ويعني وده باين في البطولة يعني. انتوا جيلكوا كمان كان جيل محترم، يعني انتوا جبتوا تالت عالم صح كده؟ صح جيل محترم، يعني جيل 98 من الاجيال اللي بجد عملوا نقله لفكره منتخبات الشباب والناشئين والكلام ده. فيه كان في نقله نوعيه ان طول الوقت لا ما كناش بنشوف تالت، ومنتخب 2000 خد اول. فكان انتوا المنتخبين دول كانوا من المنتخبات اللي عملت نقله نوعيه لفكر ان في منتخبات غير المنتخب الاول بيقدروا يعملوا نتائج كويسه أكيد يعني. طبعا، أكيد أكيد. صحيح. علاقتك ايه بلعيبه الزمالك، ومين اكتر حد بتتكلم معاه، مين اكتر حد قريب ليك من قبل ما تروح الزمالك؟ يعني قول لي الدنيا كانت انا ماشيه ازاي. طبعا يعني انا دخلت وسط الفرقه ما حسيتش نفسي غريب خالص، كابتن احمد ساعدني في الكلام ده طبعا، دخلني وسط الفرقه، والكلام ده ظهر طبعا جدا في البطوله العربيه يعني. حسيت نفسي ان انا اكيد معاهم من كتير، من سنين كتيره، وطبعا خالد وليد اقرب الناس ليا عشان جيلي نفس يعني. المنتخب. بس وكابتن لوكا، كابتن كريم هنداوي، الناس دي كلها قريبه ليا يعني.